تعادل سلبي بدون اهداف في شوط اول بين الاهلي والجونه، في شوط ما شفناش فيه كتير يعني الكرات الخطره يمكن كانت في اخر المباراه او اخر الشوط، اخر خمس دقائق كان في خطوره من النادي الاهلي على مرمى الجونه، وشفنا كوره علي معلول العرضيه اللي عملها صلاح محسن حطها بدماغه كويس قوي بس جت في العارضه. تقريبا هي دي الفرصه الحقيقيه الوحيده، كان في فرصه قبلها القفشه ولكن حطها بدماغه في نص الجول. تقريبا هو ده ملخص الشوط الاول. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نشوف اراء محللنا الكبار في احداث الشوط الاول، انتظرونا. بنرحب بيكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط كانت الاثاره فيه يمكن تقريبا اخر دقيقتين. شوط الاهلي بيحاول انه يمتلك زمام الامور بالباص السليم يعني، وما بتحصلش عليك مفاجاه او بيحصل عليك اي مشكله الا بالباص الغير سليم. لعيبه عندها حيويه النهارده وبينتشر في الملعب، وخاصه ناحيه اليمين من وناحيه الشمال من صلاح محسن ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر. ولكن خلينا نتكلم في العمق الهجومي اللي محمد شريف مش موفره. يعني انا بشوف محمد شريف بينزل عايز يستلم كوره خارج الصندوق على طول، تلت الملعب. الله، طب انا هلعب الكوره اول ما اوصل الناحيه الثانيه، هدور على مين العب له؟ مش لاقي حد جوه. لازم تبقى انت موجود عشان يستغل اللي وراك الفرصه اللي جاي صلاح محسن من الناحيه الثانيه. لدرجه ان انا شفت احيانا حمدي فتحي في المنطقه بتاعت 18 دي كتير، كان 3 4 5 مرات، لانه حاسين مش ممكن تكون مقصوده الحركه التبادليه دي ان هو ينزل ويخش ديفندر في نفس الحته دي. فهو ده من الحاجات اللي احنا مش ناقصانا جوه ال 18 عشان العرضيات يبقى لها شكل. علي معلول بيروح وبيبص وبعدين يبتدي يعمل مع قفشه تاني ويعمل مناوره تاني لان مش موجود اللي هيتعمل له. صحيح. طاهر محمد طاهر لازم لما تخش جوه وتبقى في المكان ده مركز، مركز امتى تلعبها بالعرض، مركز امتى تشوط. يعني بلاش الفرص اللي بتجي لنا كتير دي نستهون فيها كده. بتوصل ما بتوصلش، لا بتوصل، وعندك امكانيه سهله جدا ان انت تحرز هدف واثنين، جالك كورتين تقدر تجيب منهم هدفين سهلين، والباقي كان في ايدك ان انت تنهي الهجمه سليم. هو كل ما ينقصك ان انت تنهي هجمه سليمه بتواجد سليم داخل منطقه الجزاء. كابتن علاء، ما شفناش خلق فرص في نص الملعب، ولا شفنا بناء هجمات، ولا شفنا اختراق من العمق، ولا شفنا كرات عرضيه غير تقريبا اخر دقيقه لما كره علي معلول اللي عملها وصلاح محسن حطها في العرض. يعني بين قوسين ما شفناش حاجه. انت اول تواجد ليك ايمن هجوميا كان في الدقيقه 36، ده وقت كبير قوي ان انت توصل لمرمى الجونه، خصوصا ان الجونه مش شايف برضو يعني طريقه اللعب اتكلمنا عليها وكده، لكن المساحات موجوده، مش شايف تقفيل قوي، كان عادي يلعب 4-5-1 او 5-4-1 وهو شكل كده فعلا، لكن مش مقفل الملعب. ما هو الطريقه اقول اي طريقه، لكن المساحات موجوده، بتوصل من ناحيه علي معلول وصلاح محسن كتير قوي، وده واضح. لكن ينقصك حاجه مهمه جدا يا ايمن بسرعه كده، الكثافه الهجوميه اللي تبقى اكتر من كده. مظبوط. الكثافه يعني الكره الوحيده جت النهارده في العارضه من صلاح محسن وكان لوحده. صح. في كوره قبلها طار وصل ناحيه اليمين جاي يلعب لا قبلها دقيقه كمان ايمن جاي يلعب بالعرض، مفيش حد، فاضطر يرجع تاني. مزبوط. انت بس محتاج التلت الهجومي يبقى فيه كثافه اكتر من كده. شوط ملوش يعني شوط ملوش طعم يعني، فاهم انت؟ تحس انك بتاكل حاجه ملهاش طعم خالص. أي. لكن ممكن تحسن الشكل بضغط هجومي كويس قوي وهدف مبكر. اعتقد هيبقى احسن من كده بكتير، لان الجونه برده ما بس يعني دفاع بس، لكن المساحات موجوده برده. التغيير الشكل يا كابتن اسامه، ممكن يبقى في تغيير في الأفراد. الطريقه او في الافراد، يعني ممكن مثلا المستر ريكاردو يدفع ابو حسام حسن ويلعب براسين حربه؟ لا، مش في بدايه الشوط، ما اعتقدش. مش بدايه الشوط، ما اعتقدش في بدايه الشوط. هو خلي بالك، هو نهى الشوط بالكره العرضيه اللي عملها معلول وصلاح محسن جابها في العارضه وتسديده حمدي فتحي. فالشكل في الفط في الثلاث دقايق دولت ولا دقيقتين دولت، لا، اللي حصل فيه خطوره. فهو ما اعتقدش انه يغير بدايه الشوط. لكن هي مشكلتنا، انت تحس اللعيبه عايزه تلعب وعايزه تجري وفيهم بيحاولوا، ولكن ما فيش دقه في الاداء خالص. في دقه بمعنى ان تعالى مثلا الكرات العرضيه كلها من طاهر ومن هاني ومن كل الناس اللي بترفع معموله للمدافعين بتوع الجونه، ما فيش اشتراك بعدد،
الكره الوحيده اللي اتلعبت مظبوط وقويه وسريعه، وصلاح قطع من قدام المدافع وكان داخل شريف. يعني في ثلاثه حمر كانوا داخلين، هي العلي معلول الاخيره اللي ضربت في العرض. لكن اللمسه اللي قبل الاخيره دي فيها رعونه في انك توصل حد، يعني هي واحده من حمدي فتحي لطاهر اللي هو شاطها في فوق العرض، يعني فيها ريحه خطوره من في ال 18. كره العرضيه قلنا الاخيره دي، لكن مفيش حاجه، مفيش في كره القفشه اللي حطها بدماغه في وسط ضعيفه يعني. ضعيفه ما مش تعتبرش مش فرصة. يعني مش خطوره. وتحس ان الاداء واجب يا استاذ. ايوه ما يعني انت مش حاسس بالخطوره الكبيره. قد واجب بس. ثانيا فرقه الجونه حاولت تهاجم بطارق ومحارب وشبراوي من ناحيه شمال وطارق من ناحيه يمين عشان يوقف علي معلول في البدايه، بعد كده تراجعوا وهم مثبتين الجزار هو باك رايت وسيرد باك ثالث، لكن الناحيه الثانيه هو السعداوي اللي عامل خطوره شويه، رغم ان كراته العرضيه ما بتروحش بخطوره كبيره، لكن عمل حركه شويه ناحيه الجنب اللي فيها هادي. حلول النادي الاهلي الشوط الثاني يا كابتن عادل؟ الضغط. الضغط. طبعا انا بحس انه ليه لعيبه النادي الاهلي بيضيعوا الشوط لحاله اول ربع ساعه ما فيش ضغط كبير؟ لازم تعمل ضغط كبير وقوي عشان تجيب جول. مشكله الفرقه اللي بتلعب قصادك الدفاعيه انها تتعبك تاني شوط لما تقف كويس، لما بتاخد الثقه. انت ليه بتتعب نفسك؟ ملعب صغير برضو ممكن يضايقك. يعني انا دائما بقول يا كابتن ايمن، وده اقتراحي يعني او فكري بالنسبه للنادي الاهلي، النادي كبير وبيلعب اي نادي في مصر، يعني اول حاجه اول ربع ساعه لازم تنزل تضغط قوي وتلعب ضغط في الملعب كله عشان تجيب هدف. صحيح. عشان لو جبت هدف هتريح نفسك الشوط الثاني، اديك الشوط الثاني هتعمل مجهود اكبر مضاعف عشان تكسب وتعمل مجهود مضاعف. لكن انت لما تضغط عليهم اول ربع ساعه ودائما ما نضيعش الشوط بحاله، الفرصه اللي انت تقدر تعملها الشوط الثاني انزل اضغط اول ربع ساعه عشان تجيب هدف باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله نشوف تغيير الشوط الثاني. انا عايز اقول لك على حاجه ثانيه، سوري معلش، اديك شفت كابتن محمد عادل اداك دقيقتين مع وقت مع اصابات مع في بتاع 6 7 دقائق، فده هيحصل لك التاني تايم. صح. هتلاقي بقى الاجوان بتنزل وده بيقع وهم كمان وهيضيعوا لك ربع ساعه ان شاء الله. النادي الاهلي يقدر يستغل الفرص في الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.